الحمداني قدح غير، علاش ما كتهضروش على هاد الامور هادي واللي يجي يدوي على هاد الامور حقها؟ اخي التحفه، اخي التحفه، اخي التحفه. دابا الحمداني، دابا الحمداني اخواني اخواتي، البارح وبعد ما جاش الناس كاع، والله ما جا الناس، تدوينات نهار وما طال. تحفه يسبوا الملك، شناهو اخي الحمداني؟ تحفه يسبوا الملك، ويسبوا الملك. راه تقاويت معاك في المحمديه، تقاويت معاك ولا ما ساعتين وحنا كان حديثا ذو شجون. راه خير راسك قد القنطره، صلعتك واقفه بحال العصا، ما كنتش اسبوا الملك. بيني وبينك اخي الحمداني، ريحناوي فين ريحنا؟ في ديك القهوه شنو سميتها، فينيسيا ولا فينيس ولا ما الله ما عقلت، مكان جميل بالمحمديه، ما كنتش خائن للوطن. تعال اخاي، اخاي الرمداني، شوف دير هادي ساعه، ما كنتش خائن للوطن ديك الساعه، ما كنتش اسبوا الملك. بيني وبينك دابا سير معايا غير من شامع القواده الناعمه، وعلاش ما كتحط نهار وما طال انت تحط في التصاوره؟ علاش ما حطيتيش تصاورك مع شامه ملي كنتي عندها في الدار، تعشيتي معاها انت وزمره من من الاخرين؟ علاش الضحاقير نهار عيطوا على شامه لدوزام، الم تقول فيها شعرا؟ وسهلا نرجع لك الارشيف ديالك نجبد هادشي كامل. هادشي دابا ما بان لكمش. حمداني شامة حطت في يديها في واحد يسبوا الملك. اجي نجبد لك واحد اللعيبه الرمداني، منين بغيتي تبقى تبتز في الدوله انا نجبدها لك دابا. خي الحمداني راه ما بعيده عتازه، الله ودي السي الحمداني راه ما بعيده عتازه. هات اخي الحمداني نيشان، نيشان ووسام والخيل، شتي المقال ديالك انت الحمدانية؟ ما كان عندك الشعر شتيها؟ شنو كتشوفي؟ عيش نهار تسمع اخبار، واش في اخباركم باللي الميزانية ديال القصر فيها واحد البوند خاص بالصفايح ديال الخيل؟ ايوا اللي ما اللي الا ما كانش في باله ها هو عرفها دابا. للاسف لا يمكن التعرف على تفاصيل هذا البوند، فالسي نزار بركة وزير الشؤون العامة والاقتصادية للحكومة أمام لجنة المالية في مجلس النواب داز على ميزانية البلاط غير بالزربة، ربما لأنه يعرف أنه حتى شي برلماني ما عنده النفس الحارة اللي تخليه يسول وحده. الأخ نجيب بوليف استفسر عن التفاصيل، ولكن بالزربة ضرب الطم، يمكن خاف يفهمو غلط. الغريب في الديمقراطية المغربية هو أن التصويت على جميع القوانين يكون بالطريقة الكلاسيكية، اللي مع شي قانون كيزيدو واللي ضد شي قانون كيزيدو. تمشي كنتي كتصب على الملك من تحت الجلابة، تتصبع لسيدنا من تحت الجلابة. شنو نقولوا عليه هنا؟ هاهو نحطولك في الانستغرام باش تشوفوا. دابا تحفة ولا بعتوا البلاد، بعتوها الامارات، بعتوها عندك انت والضحاقير. انا نقول لك واحد حاجة، غادي يجي واحد النهار، سمع الضحاقير وسمع الرمداني الحمداني، غادي يجي واحد الناريات، غادي تكتشفوا انكم كنتم تعتقدون انكم تتخدموا البلاد، كنتم تعتقدون، ولكن ثم تتخدموا الدوله، البلاد ديال البلطجي ديالكم احمد الشرعي اللي بايع البلاد الامارات، وبايع انت راه ما كاينش في المغرب، راه في اسرائيل. انا ما فهمتش واحد الحاجه، الحمضاني والضحاقير، واش اللي ما قالش كلنا اسرائيليون عدو ديالكم؟ واش اللي ما قالش كلنا اسرائيليون العدو ديالكم؟ انا ما فهمتش. انا امريكاني، انا امريكي ومغربي وافتخر، وانا في بلاد الحريه، ولا يمكنني ان اقول يوما اننا كلنا اسرائيليون، لان اسرائيل ترتكب مجازر جماعية في حق الشعب الفلسطيني وعلى مرأى من العالم،
وعلى مرأة من العالم. مين تيجي شي واحد تيقول لكم او دير انتوما راه بزاف، تقول لك نو، ولا بغيتي تهضر على التطبيع وسير قصد العوينه. باغين يلاقيو الشعب، باغين يلاقيو الشعب مع من؟ باغي يلاقيو الشعب مع الملك، باغي يلاقيو الشعب مع الملك. زبور مو دافيد كوفرين احتقر لينا رئيس الحكومه، هذاك اللي راجل خالتي سعد الدين العثماني اللي انا كنحبو، المغاربه كاملين كيحبوه، حقرو ما جاوبوش، ما جاوبوش. ما جاوبوش. ورئيس الحكومه مسكين شنو دار؟ قال لهم ديك الحرب ديال 2021 اللي كانت في رمضان، حراس ولا حراس الاسوار كان سميتها، قال لهم ودينا مع حماس. ناض دافيد كوفرين دار في رئيس الحكومه، رئيس حكومتكم نتوما الحمضاني والضحاقير، وقال لي مادام انت مع حماس الارهابيه فانت مع ايران ومع الاخر، وخون رجع العثماني ارهابي امام صمت رهيب لكم انتوما القوى. ويد اراجل سميح والحمضاني حتى واحد ما دواش، كل دوا دوينا حنا، كيفاش كلنا اسرائيليون ولا تكعاو؟ ما يمكنليش نقول انا كلنا اسرائيليون. هذه الدوله ترتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني. أنا ضد الحرب، أنا ضد الحرب وغير متكافئة، و و و وهادشي عبرت عليه من ونزيدك واحد الحاجة، نزيدك واحد الحاجة، لدي أصدقاء من إسرائيل. أمريكان ما يمكنلكش دولة ديال الحريات، راه ما يمكنلكش تميز ما بين هذا، نو 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 نو. وبالرغم من ذلك أصدقاء تنقول لهم أنا تتصبرمكم لأنكم ترتكبون مجازر، وأنا وسط أمريكا نقولها حتى ينقطع النفس. نتوما أحقا محقا منكم، كلنا إسرائيلي ولا ما قلتيهاش نكعو عليك. واللي بغى ينتقدنا يمشي يقصد العوينة. ما معنى يقصد العوينة؟ ما معنى يقصد العوينة؟ بعتوا المغرب لأبو ظبي ودرتوا التفاهة، دير واحد التفاهه لا جات من الحمضاني لا الضحاقير، وتينوض دابايا الريزو بين الريزو شنو فيه؟ لا راه فيه هشامه وفيه جيراندو، هشام جيراندو دري ديال كندا، وفيه تحفه. حق الله العلي العظيم الضحاقير والحمضاني الا فاهمين شي حاجه الله يعطيني السقوط. نتوما شي الا عارفين باش مسقيه الله يعطيني انا السقوط. وحق الله العظيم ونبي الكريم ولله شافي وشي كامل يدوز عليا ما عارفين باش مسقيه. اما الاخر دابا الحمضاني ولا تيقول شامه قبل ما تجاوبي رفقا بالقوارير، دابا عاد وليتي كتفهم رفقا بالقوارير. شحال هادي جاوبي دابا بالك شي ريزو ما واش الريزور هما دوك السلوك اللي تخلطوا لك في راسك قبل ما تجاوبي رفقا بالقوارير. وقدي من كتفهم انت رفقا بالقوارير ورفقا بطريقتك اللي سامح لها في الدري لا نفاقه لا ريال لا جوج، ورفقا رفقا بطريقتك. يلا من انت الضحاقير من رفقا بالقوارير وديف سامح شويه، تيف سميح بلا ما تبقى تزعرط ما بين فخار العيالات. عقنا بالستين اللي كديرو، الستين اللي غنمشي لك لدارك، وهذا منكم تعلمناه، شي منكم تعلمناه. تينا دابا باش كندير؟ راهي سلعتكم اردوها اليكم بلا ما توصل لي انت هضره جوج. تحفه سب الملك، تحفه. انا راه ما تنغطيش وجهي، انا راه اللي قلتو مازال مأكد عليه، مازلت مأكد عليه من الاخر. ونعاود نقولها لك باش تدخلها لمخك اودي شامه، والله ما تجاوب عليكم. انا نقول لك على نايض الضحاقير تيقول لهم حكا عيطت على مشرمل، ايوا راه مشرمل كيجاوبوا كيجاوب المشرملين حيت هما مشرملين كتحقروا المغاربه.
شكون اللي غيجاوب جاوب زبورمكم واحد مشرمل بحالكم والو شيما كيليميني ما جاوبكمش. ونزيدكم واحد الحاجه، الا بغيتو شيما جاوكم خصكم تمشيو تقراو شويه لونغلي، واحد العام عامين ديال لونغلي فهمتي، باش تقدروا تفهموا فهمتي شي، تقراو شي شويه. لان شوف حتى الله عز وجل، سمعتي يا الحمضاني اللي ما كتقراش حتى داك بابي يجينيك باش تدخل الطواليت باش كداك باش كتمسح هذيك ما كتقراهاش. الله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما يمكنش الدري يجاوبوا عليه لا يعلمون. راجل سامح دابا نشرحها لكم. قال لك شكون هو راجل سامح؟ راجل سامح دابا نشرحه لكم اخواني التحقوا بيا. راكم مسميين راسكم العصابه، شراك مسميين راسكم العصابة؟ والله لراكم عصابة، والله راكم عصابة، والله اللي كتحكموا في المغرب كديروا فيه ما بغيتوا، ولكن تيقوا بيا. لا انت الحمضاني ولا الضحاقير ولا داك البلطاجي دي الحمد الشرعي اللي في اسرائيل دابا وباع المغرب وتركت القنوني تركت اسبريس اللي لقيت اللي كنا كندويو معايا للاسف الشديد. اي والله ما فاهمينش شتي واحد لقيت تيقولوا شتي خربق هذا. Être durable c'est aussi